الرحمن الرحيم. زملائي المترجمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الدرس الثامن من دروس تعليم برنامج ترادوس باللغة العربية. النهاردة هتكلم عن حاجة مهمة جدا وناس كتير سألتني عليها، بس طبعا ده ظروف الشغل و يعني بعض الإجراءات اللي أنا ماشي فيها بخصوص سفر وانتقال لمكان تاني، فأنا بعتذر عن تأخري في إصدار مزيد من الدروس، لكن الحمد لله ربنا وفقني وتوصلت لبعض الحاجات طبعا بمساعدة ترادوس ستاف. الناس يعني ما بنسأل حد فيهم ما بيتأخرش علينا الحقيقة، وزي ما شفتوا في الدرس السابع مستر بول فيلكن يعني قدم لي خدمة كبيرة أوي وما زلت بشكره. النهاردة هتكلم عن كيفية تغيير الزوج اللغوي في الـ Translation Memory. يعني أحيانا أنت بيكون عندك ذاكرة ترجمة الـ Language Bear بتاعها Arabic Egypt English United States أو Arabic Saudi Arabia English United Kingdom أو whatever أي language bear. فأنت ممكن تكون شغال والعميل بعت لك ذاكرة ترجمة وقال لك اشتغل على الذاكرة دي، في حين إن أنت بدأت مشروع كبير مثلا ومش عارف تغير ال language bear. طيب لو جيت تحط ذاكرة ترجمة تستخدمها تشتغل بيها يعني في المشروع بتاعك وكان ال language pair مختلف، يعني انت شغال English United States Arabic Saudi Arabia والذاكرة الأم الذاكرة الكبيرة اللي انت شغال بيها English United States Arabic Egypt أو English United Kingdom Arabic Jordan، فبتبقى قدام مشكلة لأنك أنت لما بتيجي تدخل ذاكرة ترجمة مختلفة عن الزوج اللغوي للمشروع اللي أنت شغال فيه الترادوس بيرفض، يقولك لأ ال language pair not matching، يعني ما ينفعش إن أنت تكون شغال زوج لغوي معين وتدخل ذاكرة ترجمة مختلفة بلغة مختلفة، حتى لو كانت لو كان مشروع انجليزي عربي وذاكرة الترجمة انجليزي عربي برضو مش عربي انجليزي، لكن بتفرق في ال country. انت لازم يكون نفس الزوج اللغوي، يعني حتى لو الاتنين عربي بس واحدة ايجيبت واحدة سعودي ارابيا ما ينفعش. الحل بسيط جدا وممكن اغلبه بره الترادوس، يعني انا حاولت ان انا اعدلها من جوه الترادوس لكن هي فيها يعني خطوات سهلة جدا وبسيطة. انت بتعدلها في ملف بره الملف ال TMX زي ما احنا شايفين دلوقتي. انا فاتح ذاكرة ترجمة، هي كانت في الاول English United States Arabic Jordan او Arabic Jordan English United States، يعني هي من عربي لإنجليزي. فأنا طبعا موحد ذواكر الترجمة عندي مخليها كلها English United States زي ما قلت لكم قبل كده English United States Arabic Egypt. فأنا حبيت أدخلها معايا في آخر مشروع كنت بشتغل فيه، للأسف طبعا ترادوس رفض، وأنا كنت عايز أستغلها لأن هي جاية من أستاذنا الأستاذ محمد ريشة المترجم الأردني الشهير اللي أنا شخصيا بتعلم منه، والفيديوهات بتاعته موجودة على اليوتيوب وعلى المدونة وفي عتيدة وفي كتير من المواقع. أنا بشكره يعني بالمناسبة دي أنا بشكره جزيل الشكر لأن هو أرسل لي مجموعة دواكر ترجمة يعني محترمة بصراحة. زي ما احنا شايفين أنا فتح ذاكرة الترجمة، هي لو عندك يعني الذاكرة اللي هي مش نافعة تدخل على المشروع بتاعك فأنت بتروح على الترادوس
translation memory view تحت دي، وبتفتح ذاكرة الترجمة بتفتح قدامك، بتروح على export و browse. انا اوريدي عملت ملف، يعني دي نعمل له استبدال مش مشكلة. سيف، طبعا هو بيقول لي replace، اقوله ماشي اوكي عشان الفيديو. بقول له finish، طبعا replace مفيش مشكلة، هي عندي طبعا اصلية كده. هو حول حوالي 5547 translation unit plus. واروح هفتح الملف ال TMX اللي طلع ده، زي ما احنا شايفين في هنا لما بتدور عشان تعرف اللانجوج بير، حتى لو انت مش عارفها بتشوف اقرب حاجة ليك انجلش، عندك اهي انجلش يونايتد ستيتس. لو انت عملت كنترول، ضغطت كنترول اف عشان تعرف اللانجوج بير التانية، يعني نقول مثلا عربك، هي ظهرت عربك ايجي، يعني هي عربك ايجيبت. طيب نفترض ان دي عندك كي اس اي او جي او زي ما كانت موجودة وانا عدلتها طبعا، فانت بتغير في الكل، انت عايز تغيرها زي ما انت عايز. يعني هي مثلا هنا هي عربك ايجي وانت عايز تخليها عربك سعودي عربي، فانت بتاخد ده كنترول سي، يعني او اسهل خليها كوبي، وبتضغط كنترول اتش، خلاص تحطها في الخانة اللي فوق find what، وتحت replace with بتكتب Arabic KSA وتعمل replace all. لو انت عملت كده هيغير في الملف كله، انت كده غيرت language pair من الاتنين، يعني اصبح عندك دلوقتي بدل ما هي Arabic Egypt بقت Arabic KSA. تمام، حبيت انت كان عندك العكس وموجود فوق KSA وانت يعني هي كانت موجودة في ملف KSA وانت عايز تخليها ايجي يعني ايجيبت، فانت بتغير عادي، ممكن ما تفرقش في الكابيتال والسمول عادي مفيش اي مشكلة، وتعمل ريبليس اول كنترول اتش وريبليس اول. وبعد كده انت خلاص عملت غيرت اللي انت عايزه، تروح على file new و translation memory وبتمشي نفس الخطوات، انا مش هكررها تاني، الخطوات الموجودة عندك تقريبا في الدرس الثالث او الرابع، هو كل حكاية 7 أو 8 دروس، فما تكسلش يعني، شوف الدروس من اولها لاخرها وانت هتوصل، يعني دروس اكبر درس ممكن 10 دقايق 12 دقيقة، فمش كتير. انت هتعمل بقى نفس الخطوات اللي هي بتاعة تكوين ذاكرة الترجمة، زي ما شفنا الحل بسيط جدا وسهل، واعتقد ان هو يعني كلنا ان شاء الله نقدر ننفذه. انا حبيت ان انا اعمله في الفيديو عشان يكون اسهل، ممكن كنت اكتبه في الجروب Egyptian Translators هي مترجمي مصر، بس انا فضلت ان انا اعمله فيديو، واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون استفدنا النهاردة معلومة جديدة من معلومات برنامج ترادوس. شكرا وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله.